قهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، ينساب عبر الدهر، يمزج الرزق بالغدر، ومياهه تنساب في رفق، والصيد فيه رغم المخاطر عشق. قولي يا حاج، اسمك ايه؟ اسمي نعمة صبح ابو شاهين. نعمة صبح ابو شاهين. طب نعمة دي مش برضو اسم غريب يا حاج؟ لا، بالنسبة لنا هنا بقى عشان كثر الصبيان، الامهات بتخاف عليهم، يوم يسموا نعمة، يسموا عيشة، ما جابلها 7-8 صبيان. صبيان ما شاء الله، سميتهم كلهم اسامي البنات. ايوه بتخفف يعني كده. خايفة من الحسد. مش كلهم. ايوه خايفين من الحسد. وموجود الحسد. بتؤمن بيه حاجه؟ طبعا اؤمن بيه. مره حصل بالحسد. لك حاجه من الحسد؟ طبعا حصل لنا. حصل ايه؟ حصل لنا مركبنا غرقت في البحر المالح برجالتها بحالها وليا فيها اخين. يا ساتر يا رب. وقبل منها لي اخ غرق هنا. وده كان من الحسد؟ من الحسد. وعارف مين اللي حسدكم؟ نعم. لا مش عارفين. كلام الناس. شاطرين وبتاع وبيهبدوا وبيجروا وبتاع.
ودي من مؤاخذة والدتي راح منها واحد اسمه مشمش وصبحي وابراهيم في البحر. كل دول في البحر؟ وجابر هنا في البصيلي حاسه برضه في البحر برضه؟ لا في البر ده دول ورا بعض يعني. بس ثلاثة في البحر؟ ثلاثة في البحر واحد في البر. وبتحب البحر برضه؟ طبعا أكل عيشنا ومهنتنا وتربينا على كده. طب البحر ده بيمثل لك ايه يعني؟ تشوفي ايه؟ البحر بيمثل لي زي كل حاجة كويسة إن أنا متربي فيه. متربي فيه؟ يعني ما شفتش المية أبقى نفسي تعبانة. لازم أشوف المية. كل يوم؟ كل يوم. وكل يوم لازم تاكل سمك؟ لا مش كل يوم اكل سمك. انما كل يوم تبص في البحر؟ كل يوم ابص في البحر. السمك ده يعني صحيح لما اكل في الاسبوع سمك ما زهقش. انما كل يومين لحمه ازهق. طب البحر علمك ايه؟ علمني الصبر طبعا. الصبر. البحر يحب الصبر. والصياده تحب الصبر. طب يقولوا البحر غدار حقيقي؟ لا مش غدار الا البني ادم. يا سلام. بني ادم هو اللي غدار طبعا. بحر لا. لا. طب مش البحر اهو حصل لك كام حاله غرق؟ كتير. كنت هتغرق كام مره؟ عادي. مش يبقى غدار؟ لا. يبقى ربنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدينا اشاره قبل النوم يعني ب 12 ساعه وفي 24 ساعه يدينا اشارات. احنا ما طمعنا في البحر نفضله لما يجي الغد. بيدينا اشاره ربنا بيدينا اشاره ان في نوه ان في نوه سخونيه هاموش نازل من السماء متغيره سحب ماشي البحر كبر بيدينا اشارات ياما كل دي علامات على ان في نوه كل دي علامات ان في نوه احنا بقى مع طمعنا في البحر بنصبره يجينا الريح الراضي اللي له عمر طبعا هو ماشي واللي ملوش عمر بينتهي يعني النوه يعني عواصف عواصف هاي احنا نقول عليها نوه أي. طب كم نوه في طول السنه في شهر طول السنه المعلومين يعني ايوه حاجه بتاعت خمس نوات شهر ايه وشهر ايه اللي هما بقى في الشتاء اللي هما نقولهم كياك كياك وطوبي وبشير ده بيجي فيهم بقى النوات بقى نوات المعلومه منهم الحسوب طبعا انتوا فاهمين بس لازم يجي لك اشاره طبعا مش ممكن تيجي نوه من غير لازم تيجي اشاره سيبك من الارصاد ومن كل الكلام ده من عند ربنا لا من عند ربنا بيبعت لنا اشاره نو نجوم بتشتغل النجم بيتلامط في سحاب بيجري لما البحر بيكبر بيعمل موجه سخونيه بالنهار هاموش بالنهار هاموش يعني كده ايوه زي النموذج وسخونيه كده ينزل حاجه زي عنكبوت وبتاع دي اشارات نعرفوها دي سخنت في الشتاء يبقى في ريح نازل في نو بيدينا اشاره اللي بيعني الحق ونيجوا اي مينا طب ما هو النو يا حاج ده ما يبقاش فيه سمك مش كده تصادف في النو يبقى السمك الناس معقول انا اسمع في اول النو يعني في اول الريح ما يجي قبل الريح ما يجي يعني قدام الريح مثلا 24 ساعه يبان سمك يا سلام يبان سمك كتير يا بعد النو ما تخلص هو بالنو نقول احنا عليها ايه هو بالنو يبان سمك واكثر اليوم في العدل قوي ما نصطادوش ما ناخدوش سمك يا سلام لازم البحر يموج ويتقلب البحر يعكر البحر ده يعني انا كنت فاهمه غلط فاهمه لما يبقى في نوى ما يبقاش في سمك لا لما يبقى في نوى يبقى في سمك يبقى احسن ما يبقى البحر هادي معلومه دي حاجه وفي الصيف يبقى لازم النوى الصيف نحب الريح عشان ناخد سمك طب حاج انت بقالك كام سنه في البحر؟ انت من مواليد رشيد مش كده؟ يعني انا اتولدت في البحر؟ طبعا امال يعني يعني فتحت يعني عينيك لقيت نفسك ايه؟ بقالي 55 سنه في البحر وكل عمرك كام؟ كل عمري 63 سنه يعني 8 سنين وانت بتشتغل في طبعا ولو ابويا عايش والدك كان صياد؟ والدي كان صياد ومراكبي وانا صياد ومراكبي وعندك مراكب وعندي الحمد لله ملك الحمد لله عندك كم مركب يا حاج؟ اللهم لا حسد عندي مركبين ليا في واحده النص وليا في واحده الربع مش بتسموهم اسامي؟ طبعا اسمهم ايه؟ واحده متسميه باسمي نعمه حاج نعمه واحده متسميه باسم شريكي اسم شريكك ودي اللي باسم الشريك اللي واقف اسمها ايه؟ اسمها الحاج محمد وهو اسمه محمد حاجة نعمة والحاجة محمد دول مركبتين طب أحسن أوقات للصيد أنت والله ده رزق بتاع الله يعني في الصيف في الشتاء يعني في النوة
ايوه يعني الرزق ده يعني احسن ايام. ربنا طبعا ما بديش علم لحد طبعا، واذا كان حامل عارف ان هيطلع في رزق يبقى حاشا لله. اطلعوا على الربيع يعني عابدين سبيل. عطانا اهلا وسهلا جين. الله ما عطلناش جين وعشنا كده طول العمر، ما اشتغلوش عند حد. يعني مش شغل عند ربنا. يعني عطانا رزق بنجيبوه ونيجوا نبيعوا وناكلوا ونهيصوا. ما عطلناش برضه نيجوا برضه نهيصوا ومبسوطين وعارفين ان لازم يرزقنا. كنت اسمع حاجه زمان اسمها السملخه، تعرف عندكم دي السملخه؟ عارف يعني ايه حاجه؟ لما يجي صاحب المركب في مركبه. سمخلي اسمها السملخه، نقولوا عليها سمخلي. عندكم هنا ناس شغاله لا مؤاخذه زي ما تقول صدقه للناس. لا مش صدقه، دول ناس بيجي يطلعوا الحسنه شايلين شغلته. اذا كان سردين كانوا بيشتلوه وينزلوا ملح ويخدموا المركب، دول بياخذوا اجرهم فلوس، بياخذوا اجرهم سمك. سمك لا ما رضوش ياخذوا فلوس. هي دي اللي اسمها ايه بقى؟ نقول عليها سمخلي سملخ. نقول عليها سمخ. انما دول بيشقوا بيشتغلوا بيمونوا المركب. اذا كان في الصيف مثلا مركب بالانس بيمونها تلج و وايه البالانس دي بقى؟ اللي هو بتاع الجمبري والكابوريا يعني هي سمك البحر المالح. يعني هي كل مركب مختصه بصيد حاجه؟ طبعا كل غزل مختص بصيد سمك. غزل مش مركب؟ لا المركب هي مركب واحد. المركب هي واحده. انما الغزل بقى اصناف يختلف. قولي بقى حاجه. غزل هنا البحر النيل، وفي غزل في البحر المالح اسمها شنشله، وفي غزل سردي، وفي كتاميه. ايه الكتامية دي؟ غزل برضه يجيب. يجيب ايه؟ كتامية ده؟ الكتامية دي بتجيب لا مؤاخذة تجيب ايوه تجيب لوت وتجيب وار الحاجات المحترمة دي اللي هي كبيرة اسمها الكتامية عشان غزلها واسع. امال في غزل اسمها الهبلة؟ ايوه. بتعمل ايه الهبلة دي؟ الهبلة دي بتشتغل هنا في البحر هنا. في البحر ده بحر النيل. صيادين ماشيين بحر النيل. كانوا زمان بيشتغلوا بيها كانوا بيرزقوا. ايوه. دي الهبلة. كان الناس مبسوطين، نص صيادين كانوا مبسوطين. ودلوقتي الهبله كان الاول عينها واسعه، عين الغزل واسع. كان بيجيب السمكه الكبيره. والصغيره بتفضل في الميه تتربى. صح، هو ده المفروض. بدت بقى الهبله دلوقتي. الحكومه خلتها او الناس اللي هم صاحبات المزارع خلت الغزل الواسع ده خلته ضيق يجيب الزريعه الرفيعه. بس الزريعه الرفيعه ما بتيجي بتطلع بطل الغاز السمكه الكبير. تروح على المزارع. تروح على المزارع. بطل بقى الغزل الكبير. طب وهي المزارع مش بيبقى فيه سمك كتير؟ لا ده من هنا. يتوالد ويتكاثر في المزارع؟ لا ما يتولدش في المزارع. يا سلام. لا. السمكة سمكة؟ السمكة أما تطلع من هنا عبال ما تروح المزرعة. إن جاب 10 كيلو يموت منهم النص. أيوه. وعبال ما يروح المزرعة يموت من النص نص. والسمكة في المزرعة سمكة واحدة. ما تبخش. انما السمكه هنا تبقى مليون سمكه. طب وايه السر في كده؟ ده سر الله بقى، ده طالعه من مكانها راحت في مكان تاني. ده مكان رباني ولا مكان فعل العبد؟ طبعا صح. فعل العبد ما بيمشيش هنا. ده اراده الله بقى، دي حكم الله بقى. حكم الله. السمكه ما تعيش هنا. انما هنا تعيش. تتوالد وتتكاثر. تتوالد، وكانوا الناس هنا رايقين صحيح. دلوقتي هنا الناس في تعب تعب اشد تعب. وايام الفيضان السردين فاكروا؟ اي طبعا فاكر السردين؟ مشيت في السردين شفتنا. السردين برضو كان خير من عند الله. كانت الميه بتاع النيل بتجيبه المليان، يبقى كتير قوي يا حاج. يشرب الميه الحمراء دي والصعيد والعريش والبرلص ورشيد وايدكو ومعديه ايدكو وابو ايه واسكندريه، كل دول صيادين سردين. كان النيل بيجلبه النيل. السردين ده كان يجي على الزبده بتاع النيل على الطامي. والطامي بتاع النيل ده كان بيسمينا احنا بقى يا بني ادمين، كنا بنشربوا ميه حمراء كلها طينه. وكانت زي العسل وما تعملش معانا حاجه. لا حصوه ولا فشل كلوي ولا كل الكلام ده كان مفيش. كان ممنوع. يا سلام. كان السبق النيل، ميه النيل. قله ميه النيل هي اللي عملت ده، عملت كل ده. وحدقت الزرع والزرع ما بيطلعش. قله الزبده بتاع النيل. والشواطئ اتاكلت. من ايدكو لما البورسعيد الشواطئ اتاكلت.
طب حاج، بيقولوا ان انت كنت فتوة زمان. كان يعني أكل، يعني ايه فتوة يعني؟ يعني بنحط على نفسنا يعني. بس يعني لما يجي يستعد علي احوش. طب وده مش فتوة؟ ده حق كل واحد. حق كل واحد. كل واحد لازم يدافع عن نفسه. لا فتوة يعني عشان اتعارك. يضرب الناس وكده. لا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. ومفيش فراشيل الكلام ده. ولا كان في فتوات خالص هنا؟ في طبعا. كان في ناس جامده وناس يعني. بياخدوا اتوات يا حاج؟ لا ما حصلش. امال فتوة يعني؟ دي بلد رشيد. هنا في رشيد يعني. دي بلد بلد. الاتوة دي يعني راجل مشير. وعائله مشير. شرير. ومالوش شغل. بلطجي. عايش بلطجي. لما هنا مفيش الكلام ده. لا كان في فتوات بقى يعني. في فتوات يعني. لا مش يعني. يعني يحمي الضعيف يا حاج. واحد مثلا لقيته اعتدى على حد. شو البلد لغايه النهارده فيه ده. طب ما هو دي فتوات. ده نظام الفتوة المحترم. يعني يجي راجل غريب مثلا في اشكال ما بينه وبين واحد. وقال ابن البلد زاد عليه. ابن البلد زميله يحوش يقول له لا. اقعد اتفاهم. ويجيبوا للغريب حقه. تحبوا الناس الاغراب طبعا يعني. وتخلوا بالكم منهم طبعا. ده واجب علينا. واجب على كل مسلم يعني. ضيف عندك. هو الضيف برضه تاني. الضيف يتكرم مش كده ولا طبعا. ايه؟ طب كل صياد ليه منطقه يا حاج ولا في اي حاجه؟ لا مفيش صياد ليه منطقه بس النهارده بقى عملوها منطقه. كل واحد بقى يعمل له حويطه كده ويحطوا له فشات جوابي. جوابي دي حتتنا. جوابي يعني جوبيا كده غزل سلك. ويطعمها كده هوت حواليها مش تقش وشويه خضره وبتاع. تقوم تقف عليها السمك. يبقى ده مكانه. مكانه حته زي دي كده مثلا. انما البحر بتاع ربنا. يعني دي ممنوعه مثلا ومحرمه. ولما تيجي عنده تشتغل يمنعه. ولما تشتغلش هنا. انا عامل جوابيه هنا. ايوه. هو جوابيك هو البحر اللي انت شاريه. ده بحر ربنا. احنا بنروح نصطاد بورسعيد. وبنصطادوا في العريش وبنصطادوا في كل حته. بس سمك البحر المالح احسن من بحر النهارده المالح. على حسب التلويث اللي في الميه. سمك البحر المالح حر كويس نظيف. وامن. طب ايه اصناف سمك البحر المالح واصناف سمك بحر النيل؟ بحر النيل طبعا كان الحنش طبار اللي هو البوري. بلطي. كان زمان على مده النيل برضه سمك اسمه علوز. وشفش. كان بيتصبح الميه دي. انما المالح المالح بقى كان السرديق. وجميع بقى الوصفات بقى اللي هو لمقص المرجان والبربون والاروس. وقار. وحوش ومن جميع ما خلق ربنا. كل ده. بحر واسع. طب يا حاج لما تنزل تصطاد لما كنت بتصطاد زمان يعني. كان لك طقوس معينه تعملها مثلا وتدعي دعاء معين كل واحد تصلي ركعتين لله ان ربنا كل واحد ليه طبعا ليه جو في صيادته في ناس اشطر يعني في ناس احنا اشطر منها وفي ناس اشطر مننا وكنا نتباهوا بالناس الشطار نتابعوها ونقلدوهم في شغلهم يعني الصيد ده مش رزق ربنا ولا رزق يعني ربنا يعني إيه؟ العبد له دخل فيه اللي شاطر واللي مش شاطر الرزق صياد يعني الرزق ما هو الرزق بتاع ربنا بتاع ربنا انما في صياد شاطر وصياد مش شاطر طبعا ازاي في صياد تفرق ايه يعني تفرق ياما مش هي رميه الشبكه لا واحده مش رميه السمكه في راجل يعرف الميه يشوف الميه يعرفها دي تجيب سمك شكله ايه يا سلام ميه ذاته وفي ناس تشوف السمك ايوه في ناس كانت بتشوف السمك وناس ما كانتش تشوفه ده في السرديق ولغايه النهارده برضه في صياد شاطئ وصياد مش شاطئ وتتلاقي الصياد الشاطئ تملي منكوس منكوس يعني ايه؟ يعني ما بيصطادش وهو شاطئ يو ليه بقى؟ عشان الارزاق بتاع ربنا ممكن يكون شاطر انما ربنا مش نايد له رزق الخايب يصطاد اكتر من الشاطئ في كل شغله اتخلقت في الدنيا الخايب فيها احسن من الشاطر. انت فيلسوف بقى يا حاج؟ لا مش فيلسوف. بقى حكيم زمانك. يعني فلاح. معلش فلاح وفيلسوف. فيلسوف يعني حكيم. ماشي. ماشي. طب انت تعرف امثال شعبيه عن البحر؟ امثال شعبيه عن البحر يعني؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ اعمل خير وارمي البحر. ده مثل. طبعا ده مثل واقع وسليم. طب تعرف امثال ثانيه عن البحر؟ لا اقول لك يعني البحر اعرف ان البحر عمره صغير الصيادين يقول هات هات وكبرهم يموت شحات ايه قول تاني يا حاج صغير الصيادين في
شبوبيته يقول هات من رزقها. ها والبحر وجيل الصيادين يموت شحات. اه ده نفس برضو رايك اللي هو الشاطر. أيوة. شاطر فيما يعني ايه رزقه رزقه محكك. بس هو شاطر. طب مثل تاني يعني زي ايه مثلا؟ يقول لك مثلا البحر غدار، يقول لك ده زي البحر ملوش قرار، مش دي امثال شعبيه كلها؟ ايه ده في يعني بيمثلوا البحر بالناس الاغبيه. يقول لك ده راجل غبي زي كده، فلان ده غبي زي البحر، بحر غدار. هو البحر غبي؟ نعم. لا غدار يعني مرتبه في عاصفه. يقول لك ده ملوش قرار يعني غويط زي البحر، يعني راجل قلبه راضي. قلبه متعصب لك. ايوه متعصب لك بالظبط. طب تسمع الغنوة اللي يقول في البحر لم فتكم في البر فتوني؟ تعب له هاد. طب دي معناه ايه؟ في البحر لم فتكم في البر فتوني، يعني هو عنده اصل وعدوه ما عندوش اصل. يعني في البحر في الخطر، يعني أنا في الخطر انا معاك زميلي معايا، في البر انت في الامان، انت بس عليهم ماشي. صح. طب احكي لي عن فرح الصيادين يا حاج، شكله ايه بقى فرح الصيادين في الايام اللي عدت زمان يعني على مدتنا؟ كان طبعا المهر من 5 جنيه مهر العروسة لسبعة. وبت الملك تاخد 10 الحلوة. العريس ما كانش يخسر الا المهر بس. لمؤاخذة يعني. وبتعتبر المهر خسارة، يخسر المهر. المهر بس. مش يدي المهر، بس. يخسر. والمهر ده كان حاجة عادي. الناس كانت تختار، يختاروا عيلة كويسة، ناس مقتصرة. ومناسبين بعض. يعني القد واحد. على قد، أنا صياد أخد بنت صياد. يعني مش أنا صياد أروح أخد بنت واحد صاحب بابور رز ولا صاحب، لازم اللي على قدي. دي كان إيه؟ الصياد فرح شركة جوز صياد، بنت صياد عادي. وبرضه العرباجي جوز بنت عرباجي زيه. تكافؤ. ناس زي بعضها. الفلاح برضه جوز فلاحة زيه. أما النصيب بقى ده مالناش دعوة بيه. اللي بيحكم علينا ده. فرح الصيادين كنا نجيب القلوق. بتوع المراكب اللوادي السردي. والخشب بتاعه نعمل له خيمة. للصيادين. للعريس الصياد. والغدا يسرحوا الصيادين يجيبوا له غدا للعريس، للناس. للوليمه بتاع العريس. وليمه العريس. وكان الخير في الميه ياما. كان كتير الميه الخير. واللي يشوي واللي يعمل مقالي في الشقف كده. كانوا يعملوا المقالي ده بدل الصينيه او بتاع. هي شاليه كده شقفه. كانت تبقى طعمه في الاكل والفران البلدي والحكايه دي. والنقطة بتاع العريس اللي يبعت صفيحة جاز واللي يبعت نص شوار رز، كل واحد على قده. هدايا للعريس. هدايا للعريس، طماطم، يعني العريس ما يخسرش حاجة أبدا. إلا المهر. إلا المهر. وكان بعد العريس يخش من غير بانتو يجيبوا له بانتو. بانتو يلبسه. يعني عنده جلابية ما عندوش بانتو. أي حبيب يقول له خد. خد بانتو. خد بانتو البس. ده فرح الصيادين. وبعدين ايه بقى لما يشيلوا الراجل كده وما اعرفش يعملوا له ايه؟ ايه كان في غاز. اسمه غاز مالطي. غاز مالطي؟ يعني غاز جامد. الصيادين يجوزوه. ويفرزوه كده. من هنا كده 50 راجل. ومن هنا 50 راجل. راجل. يعني بمعنى الكلمه راجل. ويركبوا راجل في قلب الغاز ده. العريس ولا لا راجل. من هم الناس اللي هم بيحيوا العريس. ايوه اللي بيحيي العريس. ويجيبوه في قلب السوق. والراجل ده ينطروه كده بالغاز كده يقولوا له يا طير يا علا وشاء، بس الراجل بنقاه. يعني مش اي راجل يطلع الغاز ده. يقع متمرن. زي السيرك كده زي ما تقول. يودوه السماء. وينزل في وسط الغاز. ان يعني نطروه ومايل كده شويه ال 100 راجل يجوا كده. عشان يلقفوه. وال 100 راجل يجوا كده. وال 100 راجل يجوا كده. يعني ال 100 راجل عقل واحد. وكانوا بينطروا الرابح كات وينزل وهو نازل فوق يرمي عمته ويرقص وهو نازل وبتاع. تحيه للعريس. تحيه للعريس. جميل قوي. والليل بقى ينزل بالدوره. حبايب برضه. ينزل ايه يا حاج؟ دوره. دوره يعني؟ يعني يلف البلد. ياخد له لفه. ياخد له لفه بس في السوق. دي اسمها دوره. اسمها دوره. حبايبه وحبايب حبايبه. والمزيكا والمش مزيكا يجيبوه من دار لابس فيها مثلا. ايوه. عند جامع زغلول. وهيجي بحري هنا.
مشوار. اي يروح العريس الساعة 1 الساعة 2 يطلع يتزفل ويجي 10 دقايق. كان العريس عندنا يلبس جنبه عريسين زينة برضه شبان حلوين ويلبسوا جنبه. ايوه نيجوا عند دار ايه العروس واحنا طالعين يوم العريس يطلع من وسطها وناس يمسكوا ايه العريسين التانيين واقفين. ممنوع واحد يطلع مع العريس. طب لا مؤاخذة دول منظر كده دول منظر منظر ما يطلعوش مع العريس. لا يحضر زفه ولا يشوفوا حاجه عن الستات اللي فوق. كمان ما كانش فيه بيانو وما كانش فيه راجل يقعد على بيانو يقعد في وسط الحريمات. كان لا مؤاخذه ستات بس اللي تلعب بيانو. ما كانش لا بيانو ولا حاجه ستات كله. راجل ممنوع يطلع في قلب الزفه بتاع العريس. ده كان ممنوع هنا في رشيد. انما العريس مع العروس. العروس مع قاعد بس ممنوع راجل قاعد الا العريس. بس الستات بقى تزفوا. الستات قاعدين بقى واخدين براحتهم ويغنوا بقى يقولوا ايه. طبعا ما اعرفش انا الغنى. امال ايه ما اعرفش ايه السرير ايه و... انا اللي كنت بقول بقى دلوقتي. انت اللي كنت بتغني. طب قول كده غني. ما تلاقي عروسه حلوه وعريس حلو. يقولوا السرير ده معوج ليه؟ يرد الناس حبابي من الحلا ولا عليه. طب ما يغنوش للدولاب. لا ما سمعتش الغنى بتاع الدولاب. طب ايه تاني اغاني عندك؟ ايه طب قول لي حاجه ما انا عايز اعرف. انت طيب؟ لا ابدا. طب بلاش نقول حاجه تاني. طب قول. ما اقولش انا بقى في الغنى ده. بلعيب يعني بالنسبه لي يعني ليه؟ حاجه تانية. طب خلاص شوف حاجه تانية. شوف اللي انت عاوزها. هقول لك. وانت ولادك مين يا حاجه؟ عندك كم ولاد؟ عندي ثلاثه ما شاء الله. صيادين برضو هاي؟ صيادين برضو بس مراكبيه في الميه معاهم. مراكبيه في كبار؟ جوزتهم؟ لسه قاعدين اهو. لسه قاعدين. طب وانت مراتك موجوده؟ توفيت. من كم سنه؟ من 5 سنين. وما اتجوزتش حاجه؟ لا. ليه؟ عشان خاطر العيال. مالهم العيال؟ ما بكره يكبروا. كبار. طب يعملوا ايه يعني؟ يتضايقوا؟ لا مش هتضايقوا ولا حاجه. امال ايه؟ انا ابوهم واحد. طب فهمني الحكمه. الحكمه ايه يعني؟ الحكمه اني ما يصحش واحده ست تيجي بيتي مطرح امهم. هيبقى عندهم برضه نظره مش كويسه. هيبقى عندهم نظره لابوهم مش كويسه. على حسب عقلهم. يقول لك ابويا اتجوز على امي وجايب لنا واحده غريبه هنا. طب وانت مش محتاج لونيسه برضه تانسك؟ ما بكره كل واحد يروح في حاله. ما يروح اما يروح كل واحد لحاله تتجوز براحته. طب وانت عشت معاها كام سنه بقى؟ عشت معاها حاجه بتاعت يعني عشت معاها يجي 30 سنه. 30 سنه كنت بتحبها يا حاج؟ طبعا. جوزتها عن حب؟ لا ولا جواز تقليدي كده؟ بنت خالتي. بنت خالتك. بنت خالتي. تربين سوا. وهنا في الجواز في اليوم ما اتجوزنا احنا ما كانش العريس يشوف العروسه. انما انت عارفها بقى؟ طبعا دي اختي. الناس بقى اختي وبنت خالتي يعني ما فيش حاجه. كان هنا في رشيد زمان ام العريس تخطب. تقول له كويس. ما يشوفهاش ليله الدخل. ده كان تقليد رشيد. ام العريس. ام العريس تخطب له. وما فيش لا راجل يروح ولا ام العريس تنقي له وتقول له انا نقيت لك فلانه بنت فلان. هو يسمع الكلام. هو طبعا ملوش في الكلام ده خالص. ابوه. ابوه يروح لاهل العروسه. ويطلب العروسه منهم. ان ابوه بيه اهلا وسهلا. ما ابوش بيه اهلا وسهلا. شوف غيره. طب عمرك ما صدت حاجه يا حاج غريبه كده؟ اصطدمه؟ طبعا كل الصياده غريبه. ليه؟ كلها غريبة كبيرة قوي. ايوه فتحت السمكة لقيت فيها حاجة غريبة. ما هو ما استغناش طبعا السمك ده. طب ايه؟ لازم يبقى فيه سمك غريب. اصطدت أكبر سمكة اصطدتها في حياتك كانت كام؟ أكبر سمكة احنا بقى صيادتنا مش صيادة صنار، احنا صيادتنا اسمها صيادة علق غزل. علق. ايوه علق. يعني أكبر سمكة فيها وقرة. كم كيلو يعني؟ يعني في 10 18 وفي 10 وفي 18 وفي 20 وفي 30 وفي 5 وفي 6. والرزق يعني كان بيحبس ويتلق. يعني يحبس بايه؟ يحبس ويتلق. يعني ايه يعني ما يجيناش رزق ورزقنا طبعا في ايد ربنا. وبعدين ربنا يطلق. يطلق يدينا ياما. يدينا جري سنه في ساحتين. صح. مكسب أما سنه. اما يريد هو رايد على طول بقى وهيسيبنا. ما بيضحكش علينا. عمره ما ضحك علينا.
ما ضحكش علينا الا العبد. الا العبد. ده اللي بيضحك وكذاب. انما الله سبحانه وتعالى ما بيكذبش. ايوه خلقنا ومش هينسانا وحكم على الله رزقنا واحنا مأمنين بكده. يعني نقعدوا كذا سرح ما جيناش فلوس. وساحتين يدينا الرزق اللي هو ما حدش يصده. عم محمد بيقولوا هنا في رشيد الصيت بيختلف عن اي بلد. ابدا ما يختلفش ولا حاجه. عادي كده. السمك قليل ولا كتير؟ لا قليل. ايام ايام مواسم كده. ايه مواسم الصيد؟ مواسم ده يعني في الشتاء وشويه في الصيف. بس يعني ايه شويه في الشتاء؟ يعني اما الشتاء اما الصيف يا عم محمد. يعني في سمك اسمه عقر. ايوه فهمني. ايوه ايه العقر ده؟ هو البول صغير اسمه عقر. ايوه اول مره. بول صغير كده. وبعدين العقر ده بتصيدوه فين؟ برضه هنا برضه. يعني في الصيف ولا في الشتاء؟ لا في الصيف. في الصيف. والبوري والقاروص والحاجات الحلوه ده في الشتاء بقى. ده في الشتاء. والدبار في الشتاء برضه. تعرف الجيران بس بيجي هنا قليل. الجيران تلاقي سمكه صغيره كده وفيها بطارخ قد كده اهو. قليل. انت بتعرف دمياط؟ ما رحتهاش. عمرك ما رحت؟ ابدا. طيب انت بقى وانت بتصيد وانت داخل تصيد النهارده مثلا عندك صيد لك كده مثلا دعاء معين بتصلي صلاه توكلنا على الله توكل الاعتماد عليك يا رب. تبقى يا رب ارزقنا بالرزق حلال. لك دعاء يعني. بس صبيح كده. انت متجوز يا محمد؟ ايوه. عندك ولاد؟ لا ما عنديش. ما عندكش؟ ما اتجوزش غير واحده بس؟ ما اتجوزتش تاني عشان تجيب ولاد؟ عشان ايه؟ عشان تجيب ولاد؟ ومش عايزهم. لا لا والله مش مهم الولاد. لا ولاد طبعا ولا مهم ولا حاجه. ومراتك ست طيبه؟ قوي قوي. يا سلام. بتحبها يا محمد؟ قوي. بقالك كام سنه متجوزه؟ ده من شهر 9 ساعه 51. 51؟ من شهر 9 ساعه 51. ده بقالك كتير بقى. فوق ال 45 سنه كده؟ طيب قول لي يا عم محمد يعني انت البحر بيمثل لك ايه او بيعني لك ايه او بتشوف فيه ايه؟ باكل منه عيش. يعني لو ايدي في البلد في الميه بكسب. نشفت ما بتاخدش في حاجه ثانيه. الصياد. اكل عيش. اكل عيش. ورزق. ورزق. وما تخافش منه ولا بتحبه؟ لا ابدا ولا اكل منه يخاف منه. صح. تحب البحر. طب انت لك لبس معين لما تيجي تنزل البحر؟ هاي اما هو لبسك ده وفي الشتاء انتقله ولما انا اطلع البر تقول علي عمده.
ما انت عمده في بر ولا بحر؟ ايوه والله. ولا مش عارفين صدر من الصياد. تلبس ايه بقى بره؟ جلابيه بلد جلابيه والعلم قد كده. والله. طب انت كل يوم بتنزل البحر؟ كل يوم. مفيش يوم اجازه؟ مفيش اجازات الا يوم الخميس وصباح الجمعه. يوم الخميس ما تصيدش؟ اه نطلع المراكب ينشفوا يوم واحد بس. ينشفوا يعني ايه؟ يعني من الميه. تطلعهم يوم اجازه. المراكب اللي بتاخد اجازه مش انت. واحنا كمان وياه. ما انت بتاخد بالجمله. انما مش عاملها عشانك. لا. طب بتعمل ايه يوم الاجازه بقى؟ بتاخد الست اللي بتحبها دي وتروح فين؟ لا اطلع من الدار. ما تطلعش؟ تروح فين؟ تفسحها تشم هوا. لا يقول شو ماشي مع مراتها. طب ويعني عيب؟ لا عندنا عيب هنا. والله؟ يا حامي. صحيح ما ست كبيرة. ايوه والله. مش انت راجل كبير. انها برضه. عيب برضه. بالملاية برضه. مفيش عريان ولا جبتها. لا بالملاية كويس. بالملاية. بس تطلع برضه تشم هوا. فين؟ عند جيرانها. طيب. قول يا عم محمد. يقولوا البحر غدار. صحيح الكلام ده؟ ابدا عمره ما غدر بحد. والله عمره ما بحد. مش غدار يعني؟ ابدا. طب المالح بتقول ممكن الواحد يصيد اكتر في المالح مش كده؟ في العدل. في المالح تصيد احسن. ايوه في العدل. طب ما بتروحش المالح ليه؟ ما فيش ما عنديش مراكب المالح. تفتكر اللي بيشتغل في البر غير اللي بيشتغل في البحر؟ ايوه طبعا. ازاي؟ ده رزق. ياما اصطاد وما اصطادش. ايوه. ياما اصطاد ياما ابو ياما ما اخدش حاجه دي اللي بتشتغل. انما اللي في البر بيرقطل. بس انت بتحب البحر. او عمرك ما فكرت تغير شغلتك؟ هروح فين؟ كل عيلتكم صيادين. كلها صيادين. هروح فين؟ خلاص تصطاد بقى. طب بيقولوا عم محمد يعني زمان يحكوا لنا كده يقولوا ايه وفتحوا السمكه لقى فيها خاتم سليمان. لا ده مثل قديم. حكايه. انت فتحت السمكه ممكن تكون لقيت فيها حاجه ثمينه فيها لؤلؤه مثلا. طب هو ده بيتاكل لؤلؤه؟ اذبحها. لؤلؤه عض. لا لؤلؤه حاجه قيمه يعني بلعتها غلط كده. هتغش نفسها تاكلها؟ لؤلؤه عض ومقفوله. السمكه هتاكلها ازاي؟ صح. انت صح يا عم محمد كله من يحيى. طيب بقول لك يا عم محمد خلينا في مراتك. مش انت بتحبها أو. انت وفاكر التاريخ اللي اتجوزتها فيه؟ طبعا. طيب بتعمل لك عيد جواز؟ لا. بتسمع حاجه اسمها عيد الجواز؟ لا. تقول لها كل سنه وانت طيبه احنا بقالنا كذا سنه متجوزين. لا انا ما لازم تدردشوا كده. ما لازم تدردشوا كده. ايوه. وبعدين تقول لي تعرف التاريخ بتاع جوازنا؟ اقول لها شهر 9 51. يوم ايه طيب؟ ما اعرفش اليوم مثلا. يبقى كل الشهر تاخد احتفال. تاخد احتفال كل الشهر. طب قول لي يا محمد لو انت عندك بنت تجوزها صياد؟ ايوه اديها للصياد. ما توديها للموظف. مهنتي للموظف. انت بتحب مهنتك. طب بتغني وانت بتطلع الرحله تقول ايه؟ بتغني تقول ايه؟ انا لما اكون بقى صايد بقى. صايد يعني مبسوط. طب مش انت مبسوط؟ افاضي كده. اقول ايه؟ لما تبقى عندك سمك كتير تغني. طب افرض ان في سمك كتير وعشان نسمع الغنوه بتاعتك. انا ما اعرفش اغني. ما انت بتقول لما تبقى صايد. بسيطه كده. كلمه كده. قولها بالكلام حتى. الله وكده. طب قولها بالكلام مش لازم بالغنى. اقول ايه؟ قول لي يعني قول لي بالكلام بتقول ايه لما تبقى صايد ومبسوط وبتغني. قول استاذنا بالصلاه على النبي. قول بس كده. والله يا عم محمد انت لطيف. بتقول استاذنا بالصلاه على النبي. طب ونص البيت التاني ايه؟ الكلمه التانيه لازم كلمتين كده. استاذنا بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. طيب في عواصف يا عم محمد ممكن تقابلك؟ هنا مفيش. هنا مفيش. هنا مفيش عواصف. في المالح بقى. احنا هنا واطي وهناك عالي. ايوه. بلاد مكشوفه انما احنا نشوف الدور على المدلول. ما فيش هنا. طب احسن صنف سمك انت بتحبه ايه؟ تحب تاكله؟ القاروص. احلى حاجه. بتعرف تطبخ السمك يا عم محمد؟ ايوه. تطبخ تعمل ايه في السمك؟ انا اضفها بتاعها. لا ما اقصدش يعني تعمل صنف كده مطبوخ؟ بتاع دي. تعرف الصياديه؟ صياديه. والباروتيه؟ لا دي الصياديه بس. صياديه بس. أيوة. والمسلوقه البيضه. الشوربه دي. جميله دي يا محمد. طب انت تفضل السمك ولا الفراخ؟ ولا اللحمه يعني؟
السمك. السمك تحب تاكل كل يوم تاكل سمك يا محمد؟ هو طول كل يوم اكل سمك. السمك وتاكله بالرز ولا بالعيش؟ انا مع ناس سمك اهو نروح نشتري من سوق السمك. تحب السمك قوي. طب انت عارف ان السمك ده له فوائد كتير قوي؟ بيعمل ايه؟ بيقولوا جذب الدم ومش عارف ايه من الكلام ده. طب انت عمرك كام سنه يا محمد؟ انا تضحك ليه يا محمد؟ ستين سبعين؟ سبعين. طب ربنا يديك الصحة يا عم محمد. طيب انت يعني اي يوم تنزل البحر كده؟ اي يوم؟ كل يوم عنده. طب افرض الجو وحش؟ عنده برضه تنزل؟ اقف على البر. تصيد على البر؟ اقف على البر. طب مين بيعمل لك الشبك يا عم محمد؟ ده بيجيبوه من الجمعية. من الجمعية؟ ايوه. مش الستات اللي بتعمله؟ لا ده كان زمان. في دمياط الستات تعمله؟ كان قطن. الغزل يسموه الغزل. ايوه كان قطن. بينسجوها القديم كده. مظبوط. انما ده كبسه بيجي نايله بيجي من الجمعيات. وانت عندك مركب ملك؟ انا ما عنديش مراكب، حاجه سرقه بطولي كده. ولا عمر كان عندك مركب؟ وما احبهمش كمان. ما احبش المراكب. ليه؟ بطولي كده. تحب تبقى تشتغل عند حد؟ اصل دي لما بتبطأ عندي بوصه. ايوه. بصطاد بيها. بوصه؟ ايوه. السنارة العادية دي تقف على الشط وتصيد؟ ودي تصيد كويس؟ كان زمان يا عم محمد يجوا الصيادين والناس تجي لهم يقولوا على بختي يديله مثلا شيلن زمان، معرفش دلوقتي عندكم هنا ولا لا. مش عندنا الكلام. فراس البر يجيبوا الشبك ونديله للصياد شيلن ويقول له ارمي الشبك على بختي. زمان عندنا لا الكلام مفيش. وكانت دايما تطلع فاضي. ده فاكر يعني كانت بتطلع فيها وياخد الشيلن اوانطه. مفيش عندكم كده؟ عم محمد. نعم. ايه اللي في ايدك دي؟ وشم؟ وشم يا عم محمد؟ لا ده ابدا ده مره وجعتني. وبعدين رحت ادعكها. وانت صغير ولا وانت كبير؟ وجعتك امتى؟ ايه وانا صغير. وجعتني وبعدين قالوا لي دق عليه. الاخرى برده. فدقيت عليه. وخفت؟ اي خفت اما يا سلام يعني الدق عندها ازاي؟ يعني الدق يخفف؟ ايوه والله يا عم محمد. لسه عندكم حد بيدق؟ يو يا عم. هنا في البلد؟ بس على الوجيعة. بس على الوجيعة. مش يعملوا ضبابير ويعملوا بتاع من ده؟ مش للعياء. لما الواحد يتوجع يدق يخف؟ عشان وانا ده عصفور. عم محمد انت كل يوم بتقول بتقعد كل يوم كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الخميس. يعني انت بتقعد مع مراتك قليل وفي البحر كتير قوي. يعني الوقت اللي بتقضيه في البحر اكتر من بتقضيه مع مراتك بكتير بكتير. طب هي مش بتغير من البحر؟ ابدا الحمد لله. ومين هجيب لها غير تاكل غير ما اروح البحر انا. ينساب عبر الدهر يمزج الرزق بالغدر ومياهه تنساب في رفق والصيد فيه رغم المخاطر عشق.
عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من حكاوي القهاوي.